مساء الخير أو صباح الخير يا برج الأسد، حسب الوقت اللي هتشوفني فيه إن شاء الله. إزاي أحوالك يا برج الأسد؟ يا رب تكون دايما بخير وبسعادة دايما. أحوالك إيه؟ أنا شايفاك أهو دفول، يعني من غير أي حاجة أنت سعيد ومنطلق كده وحياتك جميلة. ممكن تكون مش في علاقة عاطفية، ممكن تكون لوحدك هذه الفترة، ممكن تكون برضو خرج لسه خارج من علاقة أو بادئ علاقة. خلينا نشوف برضو اللي وراه. انت وراك الفور اوف بانتكلز والنايت اوف سورس. في حد متابعك وباصص عليك من بعيد، على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وباصص للشمس والهواء والمية، في حد متابعك ممكن وباصص عليك، وده مش باصص عليك بس، ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز تخش معاه في علاقة او انك عايز تبدأ مع علاقة، ده اللي هنشوفه دلوقتي. طب خلينا نشوف، طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة، يعني ممكن خلينا نشوف. طيب مشاعر الحبيب شايفك ازاي؟ مش بقولك باصص عليك اهو باصص عليك، وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما بعمل لها قراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه؟ معرفش، هو طبعا انت ستار، بس انت معقول يعني اي حد يشوفك كده اللي هو واو، ده مش ده بني ادم معانا؟ طيب لو زعلان منك زعلان ليه؟ او متضايق مثلا، شايف العلاقة ازاي؟ ده بقى بص، ده معجب، معجب بيك. ما بقولك باصص عليك وانت بص واقف على الصخرة. ده انت شكلك كده بتبهر الناس الايام دي. بص احنا في الشتاء وواقف جنب النهر، ولا همك ولا همك، متكتكين هنا وانت ولا همك. ممكن تكون واحدة وانتي واحدة وجذابة قوي قوي قوي، وهذا الشخص معجب بيكي قوي. طيب نيته الداخلية وما يظهره، وهذا الشخص عامل ايه في حياته؟ طيب هو مبدئيا انت شكلك مش في علاقة، ممكن يكون ده اعجاب، ممكن حد اعجاب او شخص بيكلمك دلوقتي ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القناة دي تكون ممتعة لحد ما يعني. طيب مبدئيا هذا الشخص مشاعره ايه؟ الكوين اوف بانتكلز، ممكن نقول ان هو مسدة لك ومشاعره ماسكها في ايده كده، عايز يسلمها لك، نفسه يديلك المشاعر دي. ممكن تكون بتتعامل مع حد برج ترابي، ممكن تكون برج حمل بتتعامل معاه. يعني عندي هنا يعني تفتقد برج الحمل اصلا دلو، وكمان ايه تاني، وميزان مثلا برضو، ده برج الحوت، زين جيت مان برج الحوت برضو. طيب كوين اوف بانتكلز، هذا الشخص بيحبك على فكرة، ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هذا الشخص عايز يمتلكك، مش امتلاك وحش، ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو ماسك الحاجة كده. بص كل حاجة يمسك، هو عايز يمسكك لأن أنت مفيش حد بيمسكك، أنت لوحدك كده طاير باصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك، أو مهتم أوي بأعمالك وبشكلك. محلو أوي أنت يا برج الأسد الفترة دي، سواء راجل أو ست، محلو يعني، عمال تحلو علينا. فهذا الشخص عايز يمتلكك بأي صورة من الصور، سواء خطوبة، زواج، علاقة، لأن هو شايفك أنت زي النجمة، ستار، شايفك زي النجمة بالظبط. وبص حتى هنا لوحدك برضه، يعني ستار هنا شخص لوحده، وبرضه هنا شخص لوحده. فممكن تكون أنت حاليا مهتم بإنجازاتك قوي، ومش مهتم بيها بس، ده أنت مهتم بيها ومحقق نجاحات، فهذا الشخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك أو يخلي مشاعره مستقرة، يقولها لك مثلا، يقول لك أنا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معاك عشان نبدأ علاقة مثلا. طيب هو زعلان منك، لو زعلان منك زعلان ليه؟ ممكن يكون زعلان منك لأنك موقف العلاقة. انت برج الأسد مهتم بإنجازاتك المادية فقط، هو زعلان لأن مفيش تساوي في هذه العلاقة. الشخص ده معجب بيك أعتقد، وده بنسبة 90%، دي علاقة كراش، حد هو صرح لك بإعجابه أعتقد بالفعل، وقال لك أنا مش هسيبك مثلا، خلاص بقى أنا حبيتك ولقيتك وأنت ما زلت في مثلا
عيش لوحدك خلاص عادي، معجبين كتير يعني، ما جاتش على ده مثلا او ما جاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضه لوحدك، برضه لوحدك يعني، انت برضه لوحدك يا فزور، ومختار طريق تاني غير طريق الحب، مختار ان انت تسلك مثلا طريق النجاح، الفلوس، تخلص دراستك او تخلصي كليتك، تخلصي شغلك، تترقي في شغلك او تترقى انت او هي تترقى، والعلاقه بينكم مش متوازنه، مش عايز تدي وتاخد معاه، ممكن تكون مثلا ما بتردش عليه مثلا فتره فتره، لا بتعمل اوف اون في العلاقه، فهو زعلان منك بانك معلق الموضوع، لا انت عارف تقرب ولا بتبعد، مره بتدي مره ما تديش خالص، مره تتكلم مره ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص اللي برج الاسد، ارحمه، ارحمه من جبروتك. هو برج الاسد بيحب يثبت نفسه على فكره في العلاقات، دي مش حاجه وحشه، لكن هو بيحب لما يخش علاقه يحس كده ان اللي قدامه عايزه ويتهافت عليه. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ شايف ان العلاقه دي علاقه جميله قوي، وهي ناقصها بس كوبايه واحده وجيب المأذون والله، لان بعد الورقه دي هي تبقى في كبس دي متجوزين. فهو هذا الشخص انت بالنسبه له ستار، الامنيه الغاليه على قلبه، فهو لو العلاقه دي ابتدت فهو قد حقق الامنيه العاشره بالنسبه لي. هو تقريبا هذا الشخص مستقر ماديا واعماله كلها مستقره، وعنده الشقه ودهنها وكل حاجه تمام، هو بس ناقص ان انت العروسه تاخد المفتاح وتخش الشقه بس، او العريس خلاص يجي بقى يقرا الفاتحه مع بابا وخلاص، فانت الامنيه العاشره او انت الامنيه العاشره. مش بقول لكم القراءات بتاعت الكراش دي بحبها قوي بصراحه يعني، تظهر لي قراءه كده في النص بحبها. طيب هو نيته الداخليه ايه؟ هو عايز يشتغل معاك في العلاقه، ومش عايز يبقى مثلا يعني ما يكونش فيه ياخد ويدي معاك، لا هو عايز يشتغل في العلاقه، وهو مستعد انه يبذل مجهود عشان يلفت انتباهك. بس انا قبل ما اشوف الورقه دي انا عايز اعرف انت ليه مش عايز ترتبط بيه، او مثلا مأجل الموضوع، هل انت اصلا معجب بيه او منجذب له؟ نشوف، هنقفشك يا برج الاسد والله هنقفشك. هل انت برج كبرج الاسد كده لطيف منجذب على هذا الشخص ولا لا؟ والله انا خايف اكون مش منجذب له، بس انت شكلك كده انت منجذب له. انت منجذب له وهو عاجبك على فكرة. الشخص ده ترابي، او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب، ولكن انت عارف، انت لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معاك كده، برج الاسد معجب بيه جدا وعلى فكرة عايز يديك كوباية، بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع، انت ممكن تكون بتتدلع على هذا الشخص اللي هو خلاص بقى ما تبص كتفي يا عماد، لا برج الاسد بيتدلع، انت يا برج الاسد بتتدلع على الشخص ده، هو عاجبك جدا وداخل دماغك قوي، داخل دماغك قوي هذا الشخص، لو انت راجل فالبنت دي داخله دماغك قوي، بس انت مش عايز تظهر له ده، يمكن في الوقت الحالي، او عايز تبين له ان انا مش فاضي والله العلاقات خالص تماما يعني، العلاقات دي اخر حاجه عندي بقى، نتخطب امتى بقى؟ ممكن تكون بتحب ان انت في ناس بتحب تمط في العلاقات، يعني مثلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين، لا هو ياخد 3 4 5، بس هي علاقه جديده يعني، وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيه، بس مش عارف انت بتعمل معاه كده ليه. طيب هو هيظهر لك ايه؟ هو هيظهر لك 3 اوف وند، ده هيتخانق معاك، ده هيجيب ناس يتخانق معاك كمان، لا 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 الشخص مش سهل خالص، هو مش هيسيبك على فكرة لعلمك يعني. بص انت عامله خرم في دماغه يا برج الاسد، خرم، كبريائك عامل للراجل او للبنت دي خرم في دماغها، بص مش عارف انام او مش عارف انام، مش عارف يسيطر عليك، عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه؟ هو ناوي
يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقول لك هو انت عايز ايه؟ انت عايزني ولا مش عايزني؟ هو هيقف واقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني ولا مش عايزني؟ عايزني هبقى معاك، مش عايزني هنسحب. والله يا ابن الحلال انا راجل عندي شغلي، عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها، انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه وريفر، يعني حتى لو في دور الارض ممكن يكون الشباك عادي بنخش منه، يعني مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هذا الشخص هيقف يقول لك انت عايز ايه؟ عايزني اتقدم ولا عايزني امشي واسيب لك العلاقه خالص؟ هو ممكن تحدث مشادة ما بينكم لكن هتبقى كويسة وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواك، احذر منه بقى برج الأسد. يعني انت لو مخبي ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقول له انا معجب بيك، والله معجب بيك، بس ما تمشيش، لان هو عايز يعرف حقيقة مشاعرك، عايز يفكك من الرابطة دي. انت هتقعد بقى رابط لي بقى في الليلة دي، مش هنخلص. هيتخانق معاك بس خناقة وهمية، يعني مش خناقة حقيقية، هي خناقة القصد منها غير ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة. حياته ماشية ازاي؟ حياته ماشية بالميزان. الراجل ده او الشخصية دي سواء بنت او ولد، هذا الشخص ميزان، حياته بالميزان، علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان، يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الأسد ولا لأ؟ تعال نشوف. طب نصيحة الطارو ليك، يمكن تكون خايف بس أنا حاسك بتتدلع، ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة الطارو لبرج الأسد. شكلك خايف بقى وأنا ظلمتك ولا إيه؟ أنت خايف على فكرة من هذه العلاقة وماشي ببطء، وتكاد تكون مش ماشي اصلا، يعني تكاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد، ان كنت خايف من هذا الشخص فهذا الشخص حقيقي جدا، بيحبك بيحبك، يتمناك يتمناك، عايز ايه؟ عايز علاقة جدية معاك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكس ما بداخلك. بمعنى، وانا هفضل اقولها، هفضل اقولها طول عمري، يا جماعه ان كنتوا خايفين قولوا انا خايف، قولوا انا خايف. ليه؟ ليه؟ عدم اظهار الحقيقه للطرف اللي معاك بيخليه يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه وان انت مناخيرك فوق مش عايز ترتبط بيه، مع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط بيه. خايف قول له والله انا بخاف من العلاقات، بص انا بخاف من النهايه، اثبت لي بقى ان النهايه هتبقى حلوه. خليه بقى يجي بقى يشوف هيثبت ازاي. بس هذا الشخص جاد جدا ومستعد ان يبني معاك هذه العلاقه، فلو انت هتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هذه الحركات. طيب العزاب، من القادم في الطريق؟ في حد من الماضي يا برج الاسد وبيفكر فيك قوي، ممكن يكون برج العذراء وممكن يكون برج مائي. هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريق لأن هنا واقف، هو واقف خالص. بس لو أنت كعازب انفصلت عن حد، فهذا الشخص ندمان عليك أوي أوي أوي، ندمان عليك أوي. هي جت كده بقى، هو مش جاي، هو مش هيجي، لكن هو قاعد لوحده كده وبيراجع ذكريات العلاقة وقت الانفصال وليه حصل أصلا الانفصال ما بينكم. هل هو هيتقدم ولا أعتقد لأ في الفترة دي بالتحديد، لأن هو ندمان أوي 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 عليك وماسك الكوباية بتاعته وعمال يقول يا ترى هيرجع، يقدر يرجع ولا لأ. هو عايز يرجع، عايز يلف ظهره ويبص يبص على الكوبايتين ويجيلك، بس هو مش هيقدر، هو تعبان نفسيا على فكرة. إن كان الشخص ده ليك، ممكن يكون الشخص ده ظهر لنا عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه، لأن هي كده هو عايز يقول لك حاجة. المنفصلين يا جماعة أو العزاب بس ليهم علاقة سابقة، يعني يا نهار أبيض ده تعبان أوي. عايز يقول لك إنه زعلان فعلا،
فراقك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العذراء أو برج مائي، حوت، سرطان، عقرب أو أي برج مش مشكلة من الماضي، أنت يعني سايبه بقالك فترة، بس الشخص مجروح قوي وعايز يقولك إنه تعبان من غيرك قوي قوي يعني، ونفسه يتقدم نحوك لكنه شاعر بإن خلاص كل شيء بخ، كل شيء انتهى. شوف انت هتعمل ايه برج الأسد. طيب، لأن الشخص ده تعبان قوي قوي يعني. أنا الورقة دي كانت إزاي نميزه، فهو ممكن يكون برج عذراء أو تحركاته بطيئة شوية في العلاقة يعني. شكرا ليك يا برج الأسد، أتمنى تكون القراءة عجبتكم.